حطنا بعضها ثم بالتسلسل جاءك الدور الثاني تعطينا الثاني. عطينا سؤالين. من أحب أن يوثر بثلاث. نعم. صلى ركعتين مع راتبة العشاء والأخيرة قبل النوم. ركعة واحدة قبل النوم. جيد. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول الرجل يوتر في الليل بثلاث، جعل ركعتين مع راتبة العشاء وجعل الركعة الوتر آخر الليل، هذا عمل جائز لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، ويجوز تقسيم الوتر، تقسيم قيام الليل جائز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. وتقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. ويجوز للمسلم أن يصلي بعض القيام أول الليل ويجعل البعض الآخر في آخر الليل، ولكن الأفضل في من طمع أن يقوم أن يجعل قيامه كله آخر الليل، لأن هذا وقت نزول الرب جل وعلا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإذا فعل أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل صلي شفعا شفعا، وإذا صلى بعض القيام أول الليل ثم جعل آخر ركعة واحدة جل، ولكن الأفضل أن يسبق الركعة ركعتان، وهذا ليس بواجب وليس شرطا لصحة الوتر. وقد أوتر معاوية رضي الله عنه بركعة، فرأى رجل فجاءت إلى ابن عباس كالمستنكر، فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه، وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. الوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، هذا كله سائغ وكله مشروع وجائز.